لعلك سيادة السفير استمعت لحديث معاذ، هناك اتهامات من الطلاب وأيدهم بذلك مجموعة من الناشطين والإعلاميين والحقوقيين أنكم تعاملتم بشكل تعسفي معهم نحو اعتصامهم داخل السفارة. شكرا جزيلا. أولا نحن أود الإعراب عن شكري لإهتمامكم بقضايا الطلاب، وقضايا الطلاب همنا جميعا، ولا يرضينا أن تتأخر من حقاتهم أو أن يسألهم، كما لا يرضينا أيضا إهانة ثم بثوم والبعثة. الطلاب جاءوا للاعتصام بالسفارة، وإحنا طبعا أنا موجود لا نريد إعتصامهم لأنه أساسا يعطل عمل السفارة ويسيء إلى سمعتها في وسط دولة الاعتماد وفي الوسط الدبلوماسي. مع ذلك تلوا البيان وتصوروا واهلا وسهلا ورحبنا بهم، لكن ومنهم الاعتصام يرجو ان تمتنعوا. اصروا بالبقاء، ما لم نتصرف بشيء. حاولوا يقنعوا بعض المبعوثين بان يعتصموا معهم، كان طبعا هذا طلب غير منطقي. عندما اصروا عليهم الموظفين قادروا استحاله لغادروا السفاره، لكن منعوا من خروج سيارتهم. اضطروا ان بما معنى ينزلوا من السيارات، اضطروا يخرجوا بدون سيارات وكانوا مطرودين من بعثتهم. هذه فيها اهانه للمبعوثين وللبعثه وعمل مادي حاسب على القانون، لانه هذا في اخلال بالعرف المتعارف عليه. طبعا طالبناهم لحينا على النفوذ وسطنا عليهم في عندما وجدنا بانه اصبح من المبرور بانه يجب ان يغادر، لانه اصبحوا في وضع غير رسمي. طالما اتخذوا اجراء مادي تجاه مبعوثين دبلوماسيين، استعنا بسبب الباكستاني لاخلاءهم لاخلاء البعثه. خلاء طبعا الشرطه الباكستانيه جاءت. نعم سيد محمد، نعم سيد محمد، أنت تحدثت أنهم قاموا بالإساءة للسفارة، كيف يمكن لاعتصامهم أن يسيء للسفارة؟ يرى الكثير أنه كان الأجدر بكم التعامل بشكل أفضل واحتواء الطلاب والسماح لهم في البقاء، عفوا سيدي محمد، السماح لهم بالبقاء في السفارة أسوة ببقية زملائهم الذين قاموا بالاعتصام في عدد من السفارات كالمغرب وماليزيا وبيروت وغيرها. الطلاب معتصمون داخل السفارة، لم يتم التعامل معهم كما تعاملتم أنتم معهم في باكستان. يا أختي الكريمة، لم يمنعوا الموظفين من الخروج، لم يمنعوا الموظفين من خروج سيارتهم. تمام، بهذا فيه امتهان، هذا فيه عمل مادي، هذا فيه اسمه، هذا فيه إساءة. عندما يأتي الموظف وهو مهان يعني بالشكل هذا غير مقبول. نعم. فرجع. لو كان لم يتصرف هذا التصرف لكان تساهلنا معهم، مع انه الاعتصام ما في اعتصام فقط. اما في الدول الاخرى هذا عرف خارج عن العرف الدبلوماسي، هذا تصرف خارج عن العرف الدبلوماسي. مع ذلك كنا حنتساهل. الاخ الولد معاذ اللي بيتحدث معه فيه هو طالب غير مبتعث، هو مقيم في هو مراسلكم. ما داعي يا ابني انك تتحمس لهذا كله وتقود الحمله الاعلاميه، الامر بسيط. طبعا عندما عادوا ثاني الطلاب عادوا، حاولوا طبعا ممنوع بالقانون الماليزي ممنوع التجمع في الشوارع، طبعا خارج مبنى بيكون. نعم. هم يحاولوا طبعا يعتصموا. نعم. جاء لهم مره واحنا بجهتنا حاولنا نقنعهم بانه وصلت رسالتهم وسنوصلها، نحن عم نتحداهم. اصبح عملنا هو العمل الرئيسي وعملهم هذا اللي هو حق اللي هو المطالب المستحقات. نعم. لكنهم رفضوا. مره ثانيه اخيرا جاءت الشرطه اخذتهم، وقفت النساءات، دخلنا خرجناهم، هذا كل ما حصل. نعم. مع ذلك انهم قد اساءوا لنا، لكن احنا نعتذر اذا كانوا هم شعروا رسالة، نعتذر لهم. وجلست اليوم مع مجموعه منهم وقلت لهم ما هو اذا انتم اعطونا مهله فتره، إذا بنتابع مستحقاتكم مع وزارة التعليم العالي واللجنة المشكلة على يعني مثلا 10 أيام، وإذا ماذا أنتم القرار لكم يبقى. إحنا بعدين نكون قد أخذنا وعملنا كل ما استنفذنا كل الوسائل الممكنة للحيلولة دون تعطيل عمل السفارة. نعم، وصلت الفكرة. سيد محمد، الآن إلى ماذا توصلتم مع الطلاب؟ ما الذي يمكن أن تقدموه أنتم كسفارة وكسفير مسؤول عن حماية هؤلاء وحل مشاكلهم؟ يا
يا أختي الكريمة، هؤلاء أبنائي ونحن عملنا يوميا. اليوم رفعنا تدريب بيانات عن حالات الاسيونازل، لأنه جاءنا خبر معلومة بأنهم سيحولوا ليعتمدوا ما اعتمد من صنعاء، يعني من الشفاف، وهذه كثير من الدليل، ونحن هذا لا نرضى. الطلاب معهم، الطلاب في تنزيل قسري وفي تنزيل غير مبرر وغير يعني مدروس بشكل جيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الطلاب احنا لسنوات وفي الفترة الأخيرة طالبنا بشدة وتبنينا بأنه يجب أن نحول الرسوم المتبقية، هناك رسوم جزئية الطالب يدفعها، لا تعتمدها الحكومة، الحكومات المتعاقبة لم تعتمدها، هناك رسوم متعلقة بالكتب بالبحوث العلمية بالمؤتمرات لطلاب الدراسة العليا، هناك التزام أن يعاملوا الطلاب في ماليزيا مثل غير في باكستان مثل غيرهم، لأنه سنة دراسية الأولى سنة تحضيرية لغة إنجليزية، لأن الطلاب يعاني مشاكل بسبب اللغة الإنجليزية. هذه أبرز القضايا. طبعا مساواة الطلاب أيضا بالإعانة المالية، طلاب باكستان يتسلمون إعانات أقل من الإعانة التي تسلمها الطلاب في دول أخرى معاني باكستان بنفس المستوى.